بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الأول المتوسط، في درس جديد تابع لشركة تطوير في خدمة الدروس، لنناقش مفهوم التنمية القرائية في هذا الدرس ونتعلم منه ما يفيد إن شاء الله تعالى. تمهيد. هنا أيها الطالب الكريم تمهيد لدرسنا. كنت قد تعلمت آداب تلاوة القرآن، فمن آداب تلاوة القرآن أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والخشوع والسكينة، وذلك احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا الترتيل وتحسين الصوت، الترتيل وتحسين الصوت، وأيضا التدبر. لابد لك عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى أن تتدبره وأن تقرأه بترتيل وصوت حسن، وأن تكون خاشعا تغشاك السكينة، وأيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذه آداب كنت قد تعلمتها فيما سبق. الآن أيها الطالب الكريم أضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية وأصوب الخطأ منها. انظر هنا مجموعة من الجمل، نريد أن نتعرف على الصحيح منها وعلى الخاطئ. ونبدأ بالجملة الأولى. من الشخصيات التي وردت في الآية القرآنية فرعون، هل هذا صحيح؟ عندما كنا قد تطرقنا في درس سابق لقصة موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدين، فهل كان من الشخصيات التي وردت في الآية القرآنية فرعون؟ ها، هل إجابة صحيحة؟ أحسنت، إجابة خاطئة، ليس فرعون. طيب هل تستطيع أن تصوب الخطأ؟ ها، أحسنت، نعم، موسى عليه السلام والشيخ الكبير، موسى عليه السلام والشيخ الكبير من الشخصيات التي وردت في الآية القرآنية، أحسنت. الآن نأتي إلى الجملة الثانية. انظر، توجه موسى عليه السلام إلى اليمن بعد خروجه من مصر خائفا. موسى عليه السلام بعدما خرج من مصر إلى أين توجه؟ هل هو توجه إلى اليمن أم إلى مكان آخر؟ هل تعرف؟ أحسنت، نعم، الجملة هذه خاطئة، والخطأ هو اليمن، فلم يتوجه موسى عليه السلام إلى اليمن. طيب هل تعرف أو هل تستطيع أن تصوب الخطأ؟ أحسنت، توجه إلى مدين، توجه إلى مدين. نأتي إلى الجملة الثالثة. تحركت رغبة موسى عليه السلام في نجدة المستضعفين عند وروده الماء، هل هذه الجملة صحيحة أم لا؟ ها، تحركت رغبة موسى عليه السلام في نجدة المستضعفين عند وروده الماء، أحسنت، نعم، إجابة صحيحة، ممتاز، نعم. طيب نأتي الآن إلى الجملة الأخيرة. سقى موسى عليه السلام للمرأتين في وقت شديد الحر وسط النهار، هل هذه الجملة صحيحة أم لا؟ سقى موسى عليه السلام للمرأتين في وقت شديد الحر وسط النهار، أحسنت، نعم، إجابة صحيحة، نعم، هذه الجملة جملة صحيحة، أحسنت. الآن أيها الطالب الكريم استخرج من الآيات الكريمة ما يمثل معنى الحديث النبوي التالي. انظر لي الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هل تستطيع أن تستخرج الآيات التي تمثل معنى هذا الحديث؟ ها، هل تستطيع من الآيات التي درسناها؟ أحسنت، هما الآيتان 23 و24. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انظر لهذه الآية، عندما نفس عن هاتين المرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أحسنت. هنا أيها الطالب الكريم يقول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
جمعت هذه الآية بين الصفتين الأساسيتين المرغوب توفرهما في الأجير، وهما القوة والأمانة. إذن القوي الأمين. أذكر بعض الصفات الفرعية التي يمكن أن تندرج تحت هاتين الصفتين. إذن هنا الصفات الأساسية هما القوة والأمانة. هل تستطيع أن تذكر عدد من الصفات الفرعية للأجير، أو لا بد من توفرها في الأجير؟ هل تعرف؟ أحسنت، الإنجاز، نعم، إنجاز الأعمال، ممتاز. أيضا الإخلاص، ممتاز، أحسنت. وأيضا إتقان العمل، ممتاز. وأيضا الصدق، نعم. هذه مجموع من الصفات الأربع التي، أو الصفات الفرعية الأربع التي يكون توفرها في الأجير جميلا، بالإضافة إلى الصفات الأساسية القوة والأمانة. الآن أيها الطالب الكريم، استخرج من الآيات الكريمة القيم الإسلامية الواردة بها. هذه الآيات الكريمات حوت قيما إسلامية، هل تستطيع أن تذكر عددا منها؟ ها، أحسنت. التناصح بين المسلمين، ممتاز. وأيضا نجدة المستضعفين، أحسنت. وأيضا اللجوء إلى الله، ممتاز. وأيضا الغلبة للمؤمنين والوفاء بالعهد. هذه مجموعة من القيم استفدناها من هذا النص. الآن أيها الطالب الكريم، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة. من الصفات، من الصفات المرغوبة في الأجير الأمانة، من الصفات المرغوبة في الأجير الضعف، من الصفات المرغوبة في الأجير الخيانة. أي من هذه الجمل صحيح؟ أحسنت، نعم، الأمانة هي من الصفات المرغوبة في الأجير. إذن درسنا كان التنمية القرائية، تعرفنا على صفات الأجير القوة والأمانة والإنجاز والإخلاص وإتقان العمل والصدق، وتعرفنا على القيم الإسلامية، التناصح بين المسلمين، ونجدة المستضعفين، واللجوء إلى الله، وغلبة المؤمنين.